وانا هدا الزمان وانا هدا الزمان المهضوم كابتير دابا راه البرد البرد ياك سمعت لي سمعت لي مزال زيد زيد وندير واحد داكشي الاتراك شوف شنو هي دايره عندك شي تركيه والله الا خصنا نزوجك بالله عزلا قلت للراجل يحصل واحد الله جاي انا اللي خصني نعاودو ديك البرنامج ديال الزواج نتزوج عليك يلا الا كاين شي قاوري صافي ماما تعطي شي باقي من المغرب بركه صافي عيش عيش واش جاي ان شاء الله يا اش كويس خاص جيران شي حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى شوفوا معنا شوفوا النواره شوفوا النواره نويوا يرضى عليكم الله يجعل زيد ربي ولدي يعاون اخوي لبستي هذا الكافي يعجبني اللبس تلبسو وما تبغيش تلبسو تقول لي الصاح يلا جلس ما تبغي نلبس لها حاجه ماشي حتى بس العروسه ديالك يلا ضربنا شي بوسه من عندي ضربنا شي بوسه الكادو هذا الكادو باقي جديد حسبي ما انا مسكينه ضربنا شي بوسه الرضا يفك على خير الله يرضى عليكم السلام عليكم سيدنا الكريم سيدنا المشي زيد 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 رجعت بحطمنا كسطور بحطمنا على بركه الله السلام عليكم حبايبنا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله تعالى ان شاء الله يا خويا دائما تكونوا مزيانين وبخير على خير وحبايبكم على هذا الفيديو ان شاء الله يكون خفيف درت على هذا الفيديو هذاك ما كان هذاك ما يعجبني ان شاء الله ومن اجل الله يعجبني مجاعدني تبقى بسبب السمينه باش ديك دابا صافي ان شاء الله باذن الله تعالى على بركه الله اليوم في هذا الفيديو شنو غادي نديرو اليوم ان شاء الله يا ربي نشارك معكم واحد الحاجه بعدك مزيانه صافي ان شاء الله يا ربي بقاو كيجيو معايا لي كادو من دابا كيجيو لي كادو من دابا الحمد لله شكرا في نفس الوقت قلتكم ديك المره غندوزو ان شاء الله يا ربي نكون درت ديك السكانر ودابا هو خرج الله راه شارك معكم الحمد لله ما يخرج لا باس يعني واش هذا عملتو الاحسن يعني واش من قيصريه ولا طبيعيه وتحيه لعمي الحاج من هذا المنبر داك النهار صنع عليا عمي الحاج الزاهي حفظه الله ورعاه هو والاولاد ديالو والزوجه ديالو الله يحفظهم شكرا عليك قال لي قل غير زيتي تسالي الزيت ولا تحطها جيت مع الشغل دابا تقول لي ديابي عرفتي كنت في الطاكسي والله حتى شبعت ضحك من الطاكسي ضحك عليا دابا مع راسي هو صنع علينا في الطاكسي قال لي قول الغزلان بلاتي ما تحطوش دابا زاد ما زيتو وانا نضحك من الطاكسي مع الشغل دابا تا واحد مصور عندي الحاج فكاهي من اطيب الناس صراحه الله الزيتون عندهم حنا عندنا الزيتون عندهم واحد القيمه كبيره على بعض البلاد ديالنا داكشي اللي كاين شهر واحد ولا جميع منتي على الخدمه ديال العام عرفتي تبارك الله حنا معروفين بالزيتون جبالا منطقه تاونا معروفه بالزيتون هذا الوقت هذه الخدمه نقولوا لها بحصي هذه الماكله العام هذه المناد العام فعلا هذا الشيء اللي كاين قبل ما نبداو الكادو اللي وصلنا وشكون اللي صيفطوا لينا غتقول لكم غزلان ان شاء الله المهم كما كتعرفوني انا متبعه مع ديك العياده ديال الرحمه اللي فايت لي بارطاجيتها معكم صراحه عياده مزيونه بزاف ونقيقيه ونتمنى من الله يا ربي تما يعني نمشي لولادي لكتاب نتمنى من الله حيت تما كيعملوا غير الولاده الطبيعيه فقط يعني ما عندهمش القيصريه كيحاولوا انا ندخلوا شي حاجه يكون داكشي غير طبيعي تخيل انا ما كيدخلوا لها الشوكولا حتى شي حاجه داكشي كيكون طبيعي ونطلع لك الحال صحي وحنا ان شاء الله كنتمنى من الله نمشي تما كيكون كلشي ان شاء الله يا ربي وكما شفتوها تبارك الله يعني كتحس براسك في الدار ديالك ما كتحسش مشينا صراحه الله وكنت قاعده مع العيال مشات بحال اللي كنتي بالدار كنا غير عند فيديو ولكن بقى الدنيا مشينا ديك النهار صراحه الله جات معنا خالتي كنا غير نعمل لكم فيديو بزاف د الحوايج كنا يعني يعطيكم شي نصائح بزاف يعني الناس اللي مقبلين ولكن للاسف الشديد لقينا صراحه الدنيا عامره لقينا واحد البنت مسكينه حتى هي كتولد الحمد لله على سلامتها عرفتي تخلعت اول مره حيت ما بقاش كنمشي وكنلقى الا والدين اما المهم ما عمري حضرت هكا على شي حاجه حضرت عليها كثير ما عرفتش انا والله الا تخلعت صراحه حسيت بداك السيد مسكين اللي كان الزوجه ديالي داخل ليا دا حسيت به عرفتي مسكين داخل خارج قلت ويلي انا غيبقى لي بحال هادشي مسكينه تبكينا والله يجعل سيد ربي يخليه لك اللهم امين الناس ومسكينه جلسنا هوت مع غروسه ولدي وجلسنا والله الا هي داخل وانا نداعمها وكيد كيد 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 معاك مسكينة على البطقة صغيرة أولاد اليوم أولادي والله يجعل سيد ربي في كل واحد اللهم آمين إذا عندهم شي أولادي والله يفرحوا جميعا أولادي يا رب العالمين صراحة الله سعيد ما
كاين هذا بخصوص هادشي هذا الراديو اللي دارتو يا غيث اللي دارتو يا المهم يا داتو لعند السيده اللي تبع معاها وقالت لها راه هو هذاك الامر كلشي عندك بخير وعلى الحمد لله. هذا اصلا اي مره يمكن تطلبوا لا هذا يعني ديال الاحكام ديال الوالده المهم باش كتشوف واش عندك ميزه طبيعيه ما عندك شي مشكل. والحمد لله قالت يعني عندك كلشي بخير وعلى خير كلشي هو هذا لسه العروسه ولدي قدو لي يوم ديال الضروب لما نخرج السيده الحمد لله اللي بركه ربي على خير ومن بعد وانا جلس قالوا لي المراه قلبها حنين سبحان الله ما يسمع حتى هيداك وقالت لي والمهم انت فكاسيت ربي وانا والله الا لقات فيا والحمد لله دعينا معاها الحمد لله فك ربي على خير من العروسه ولدي وانتم ولا شاهدين الحبايب الله الا خاطر الله ينوركم خرج الوطن دخل الوطن ما عنده شي اولادي الله يفرح هذاك الشيء اللي كاين ما عنده شي اولادي الله يفرح هو الرئيس ديالو خالتي هو هذا هذا دعواتكم معنا بالخير وغادي نمشيو للعياده عما قريب وغادي ندير لكم ان شاء الله باذن الله تعالى الفيديو ان شاء الله نمشي باش نشوف ان شاء الله الا كان يعني بزاف ديال الناس هذا غادي نحسب بحال شي ضرب ديال الناس صافي يعني الراحه تاع الراحه ما كاينش الريحه اصلا ما كاينش الريحه يعني الناس كي علاش ما كاينش الريحه كما كتقول لكم غزال علاش لان التعامل يعني حتى داخل الدار سبحان الله العظيم مرتاح نفسيا من خلال التعاون كل لا عمرها غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله خلوق طيب الله يعمرها على العياده هادشي اللي كاين ودابا جا الكادو اللي وصل وهاد الشويه غنوريكم شي حاجه اخرى زوينه عليها والحلاوه اللي وصلت لنا قبل ما خيدونا بهادشي نفرش كلشي هي الحلاوه المهم صراحه السيده مسكينه كتفرج فينا يعني ما عندها ما فكرت حتى شي حاجه لا ما عندهاش قناه يعني ما عندها قناه حتى شي حاجه مسكينه قالت لي كنبغي نصيفط لك شي شويه زيد التريد بزاف الحوايج انا نتقرب ليهم ومرحبا والف مرحبا هذه غير محبة في الله كانت هادشي اللي كاين هذه غير محبة في الله بغيت صراحة كنشكر هي اصلا يمكن محمد مختصة في الحلويات هي مختصة في الحلويات حتى اللي بغى ياخذ الحلوى راه غادي نخليوها ليه ما شاء الله عندك يا كانت لي زعما انتم شوفوا هذا غير شونتيو قالت لينا الحلوه ديال صفوان ان شاء الله باذن الله عاوتاني نصيفطها لكم على حقها وطريقه انتما انا غادي نخلي في الاخر ديال الفيديو نخلي كاع داك الحلاوه تصايبهم اللي بغاهم اللي بغاهم نخليو النمره ديال التليفون ديالها تصايبها لكم وتصيفطها لكم سواء المغرب سواء داخل خارج ارض الوطن ما كاينش مشكل ما شاء الله زعما غير من نخرج ان شاء الله بشرى كانت ناعسه طلعت فني جابت الحل انتما شوفوا ما شاء الله الحلوى غزاله عندها انتما غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو سبحان الله ابو محمد عاد قلت لاختي عائشه خصنا نمشيو نصاوبوا حلوى الحلوى هي قالت لنا مسكينه الحلوى صفوان انا غنصايبها لكم لهلا خطيكم مسكينه الله يجازيكم ربي هذا الشيء اللي قلتي لي هذا ومن لما تمنيت قلبك خلنتي والله كثر عليك الخير اللهم امين يا رب العالمين الله يعطيك الخير يا ربي هذا اللي كثر عليك الايده من المشاهدين كل الحبايب كل اعزائي علينا خارج المغرب داخل المغرب اللهم عليكم وشرفونا شكرا لكم قوم حتى كبير ان شاء الله وهذا التريد مشكله تاع التريد قالت لي هذا يعني باش ان شاء الله دي هكا ملي كتكون في الطبيب ان شاء الله يصابوا لك بها الرفيسه صراحه كيحمقني تشوف مسكينه صيفطت لي هذا وهذا الله يعطيها الخير ما شاء الله هو مقطع ياك واجد ناضي قالت ليها خصنا ندير غير الدجاج البلدي دابا خصك تجي فرج محمد ها هي اللي بغات تري حتى هو مرحبا والف مرحبا تصيفطوا لكم ان شاء الله باذن الله حتى لداركم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن ها هو دابا درناه في الفريكو